الماتش ده مثلا اول ما خلصت الماتش بجد بمعنى الكلمه، استنى اقول لك، لا بجد تحفه. عارفه بجد هو اللي قال عليا فيه ان انا سرايا كريفة. لا بالنسبه لي الماتش ده احلى ماتش مثلا عمري ما هنساه. الماتش ده انا لعبت فيه مثلا 21 دقيقه او 22 دقيقه وجبت 23 نقطه. تسالني بقى انا عملتها ازاي، انا بجد مش عارفه انا عملتها ازاي، بس كنت مبسوطه قوي بادائي جدا في الماتش ده، خصوصا ان ده الماتش اللي كان هيودينا كوارتر فاينل. ومبسوطه قوي بالمعلقين عمالين يقولوه، ولما بينزلوا بوست على الفيسبوك ولا بوست على الاتحاد الدولي انا بجد باخد البوست واقعد ابعته للناس كلها، مش مصدقه ان هم بجد بيقولوا عليا كده. مبسوطه فخوره من نفسي جدا 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 في اخر بطولتين، ويا رب اكمل كده. والله انا مبسوطه جدا 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 ان الاتحاد الدولي بقى اللي هو مركز معايا اكتر، بيقطع لي فيديوهات من قبل ما البطوله تخلص. من ساعه وانا في الصيد الناس طبعا عارفه انا كنت ايه في الصيد، وعارفه انا بعمل ايه في ماتشات الصيد، فكنت خلاص بستنى بعد اي بطوله تحصل، عارفه الاعلام هيكتب عليا ايه في البطوله دي. طبعا الالقاب كلها طبعا بالنسبه لي كلها غاليه جدا عليا. اكتر حاجتين غاليين عليا كانت هي البطوله اللي فاتت دي بصراحه، اللي اخدت فيها احسن لعيبه في افريقيا، والبطوله اللي قبلها اللي اخدت فيها هدافه افريقيا، خصوصا ان انا اول مصريه اعمل لقب في بطوله افريقيه فريق كبير. فده بالنسبه لي انا كنت في اي حاجه كانت بتنزل لي، حتى كانوا نزلوا لي لقب او ما نزلوش، كفايه بس ان هما بيقطعوا لي فيديوهات لواحده مصريه. فده بالنسبه لي انا كنت قد ايه فخوره بنفسي ان ده بيحصل لحد من مصر، وفرقتي بصراحه هي اللي وصلتني اللي انا فيه ده، كليوباترا. هو ده اللي انا مبسوطه بيه بصراحه. بتابع NBA واكتر حد بصراحه بحس ان بحب الثلاثيات، بحب اشوف اللعب المهاري ده، هو حريف بصراحه ستيفن كوري، يعني بحس ان هو بيعمل كل حاجه، يمكن عشان هو زي احنا اتنين بلاي ميكرز، فاحنا بره بنلعب بره اكتر، هو بيباصي حلو قوي، بيشوت حلو قوي، فاحنا يمكن يعني انا كمان نفسي ابقى اكون زيه بصراحه. يعني عندي من الشوط موهوبه فيه، بعمل اسيستات حلوه، بعمل باصات حلوه، يعني ستيفن كوري بالنسبه لي هو المفضل يعني.